السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة هنقول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إحنا بنعمل العمل ده النهاردة لعله يكون علم ينتفع به. اللهم اجعله علما ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. نبدأ على بركة الله، توكلنا على الله. كان سألني الأخ أبو عزام عن تأكيل الحمام الكبير. لو في حالة مرض حمامة كبيرة مثلا جالها الروشة، عايز نأكلها أكل خشن، مش عايزين نأكلها الميكس اللي احنا بنستخدمه ده، مع ان هو مفيش منه ضرر، لكن لازم انا ألبي طلبات جميع المشاهدين. طيب انا اشتريت الزغطة دي اللي هي بتستخدم في الأكل الخشن، اشتريتها مخصوص. طبعا هي بيجي معاها القطع دي طبعا كده حاجات كده، يعني ايه احنا مش هنستخدمها لان احنا بنستخدم السرنجات بديلة عنها، وده طبعا برضو للميكس الرفيع دي بتستبدل مكان دي بالشكل ده، تستبدل تبقى كده، هي بطريقة النفخ كده يا جماعة، تنفخ كده وتفضي في حوصلة الحمام، لكن احنا هنستخدم اللي هي دي، هنستخدم اللي هي دي. في البداية اقول لكم احنا زمان كنا قبل ما نعرف الادوات دي كلها كنا بنستخدم اللي هو التصغيط اليدوي يدوي يدوي فعلا بالايد وبالفم، يعني بتحط الزغلولة في بقك كمان وتعمل بيها وتزغط بالطريقة دي. طيب لكن انا ما انصحش حد طبعا يعمل كده، لكن انا هوريكم كنا بنعمل ازاي زمان. طيب احنا جبنا زغلولة، طبعا هو المقصود الحمام الكبير الاهالي اللي احنا هنزغطه الاهالي، لكن انا جبت الزغلولة كمثال عشان ما تطيرش مني وانا بصور يعني، لكن هي مفيش مشكلة، الزغلولة هتبقى اصعب لكن الحمام الكبير طبعا هيكون اسهل كمان. احنا معانا فول اهو، ده فول اهو، فول ده لو عايز تزغط فول يعني بالطريقة دي، بنفتح لو حمام كبير كنا بنعمل كده، الحمام الكبير اهو بنزغطها بتاكل يدوي بالشكل ده تمام كده، او بنجيب ذرة. طبعا ليه انا بستخدم في الطاجن؟ علشان اللي يقع في الطاجن اكله تاني، او الذرة طبيعي ذرة الحمام، ونعمل كده اهو بتاكل، اللي يقع في الطاجن ونجيبه تاني، دي اسهل طريقة تعمل بيها حضرتك اهو، ومش هتوقع ولا حباية. اللي يقع في حاجة كده، اناء، اي اناء يعني، مش لازم الطاجن ده، بالشكل ده. وطبعا دلوقتي بنسقي بالسرنجة دي، بنسقي بالسرنجة دي، لكن انا هوري لك كنا بنسقي زمان ازاي. معايا ازازة الماء اللي انا بشرب منها مثلا اهو، هملة هاخد منها بق مية، اخد شفطة مية او بيسموها ايه معرفش في السعودية يا ابو عزام اهو، وبنملى سقيناها كده بالمنظر ده. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ده الطرق بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بيها زمان، دلوقتي بنعمل بحاجة تانية. في حاجة تانية يا ابو عزام، احنا هنسيب الطريقة السرنجة اللي اشتريناها في الازازة دي، لكن الازازة دي بيركب عليها اكتر من سن. السنون دي بتبقى ايه؟ انا عملت قبل كده طريقة كيف تصنع زغطة يدوي، طريقة صنع الزغطة دي، لكن هو ده سرنجات، سرنجات زي كده، سرنجة زي دي، باجي شايل كل حاجة فيها مفضيها كده، وبشيل كمان السن، وبقص الجزء ده وبعديها
من غطاء الازازه كده، بفتح لها واعديها بالشكل ده، تبقى هي اهي، تبقى هي الزغاطه. يعني انت ممكن تستخدم دي 3 سنتي او 5 سنتي على حسب ما انت محتاج. يعني دي اللي راكبه دي اللي عشان تعدي الحبوب دي سرنج 5 سنتي. هي كبيره، لكن اهو هنشوف بنستخدمها ازاي نبعد الطاجن عشان نجيب الزغلول. اهو المروج كويس، فيها الميه وفيها دوره بس، مش فيها فول طبعا علشان تبقى سهله. اهو نفتح كده ونعدي كده، نزلت اهو، مالت ازاي. تمام، دي طريقه التأكيل من غير ما نشتري الزغاطه دي. وده ذكر حمام كبير اهو، طبعا بيقاوم، انا بصور لوحدي بس عشان اوري لحضرتك ازاي. هنفتح الفم كده اهو، ومعانا الازازه زي ما هي كده، نرجها برضو جيدا 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 وبسرعه، وانت بتقلب تروح قالب كده بينزل اهو الذره بال ده. بنفترض ان هو ده فرد مروش مش بيعرف ياكل، دي طريقه سهله جدا اهي. بس السرنجه دي 5 سنتي يا جماعه، تمام بالشكل ده اكل. لو عايز تشتري، احنا اشترينا دي، احنا اشترينا دي. طب دي بتستخدم ازاي؟ هنشيل ده طبعا، مش هينفع الفول مش هينفع فول، هيبقى دورة بس، استخدامها بدورة بس. هنشيل ده ونجيب مكانه حبة دورة كده بس اهو، دورة فقط. تمام، جبنا شوية الدورة دول، هنعبي الماسورة بتاعتها كده بالشكل ده حبينا الماسورة كده بالمنظر ده. الماسورة دي هنضغط، ومعايا المية دي، بعد ما عبينا الماسورة كده هنضغط وننزلها تشفط. طبعا هيتفضل مين هي شوية الدورة دول، وهي شفطت المية كويس جدا، مش بطال. او ممكن تعمل العكس ونجيب الحمامة برضو نعمل ايه بنفس الطريقة، نعمل حمامة كمان. الحمامة دي بالطريقة نفس الطريقة اهوت، ملينا وهنرفع الزغاطة لفوق، نكفي كده تمام حلقها، وندفع، ما تخليش ما تسيبش وهي لسه في الداخل كده، يعني تفضي بس كده تمام. يبقى كده دي طريقة الزغاطة دي. لكن الازازة دي سهلة برضو، الازازة دي سهلة. احنا بنقول لك كذا طريقة، قلنا التأكيل اليدوي، وقلنا التأكيل بالزغاطة اللي هي النفخ دي، وقلنا التصغيط بازازة المية، طريقة ازازة المية دي. طبعا احنا دايما انا بستخدم، انا جايب دي اصور بقى لحضراتكم، انا ما بستخدمش كده، ما بستخدمش الحبوب دي خالص. مفيش اسهل من الطريقة دي، مفيش اسهل من طريقة الميكس دي، الهنا ميكس او اي ميكس في بلدك حضرتك، مش شرط الاسم يعني او ده. طيب احنا معانا لسه السرنجة دي، دي احدث حاجة لسه انا شاريها جديد، لسه ما اشتغلتش، هبقى اوري لحضرتك. طبعا ده السن ده بيتباع لوحده، هبقى نوريها لحضرتك في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش. ارجو لو عجبك الفيديو تعمل لايك، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.